اهلا بيكم في سي في وار تريدنج روم. النهارده الخميس 10 فبراير 2022 فاضل تقريبا 5 minutes until open. النهارده employment trade فزي ما انتم شايفين الماركت فلاش داون سايد very hard. Our goal over 10 minutes ان احنا نتريد up to 3 trades RTY. هن تريد two halves. First half going to be 2.4 profit, 4.4 stop loss. Second half, 4.4 stop loss profit unlimited. I am trading stop loss. Our goal, we can get 10 points from RTY, and we can trade up to 3 trades. So first trade getting 10 points, we are done. Magit nash, we can take up second trade. So first and second trade max lose, we are done. We can take up to 3 trades. So first two trades, we max lose or max profit. That's it. For تقريبا 4 minutes until open. نشوف النهارده هيحصل ايه. طبعا في الحاله دي يعني انا يعني بالنسبه لي لو جت لي لونج تريد مش هتبقى ذا بيست. الماركت اوريدي اولموست 2 بوينتس داون سايد بس ثاني اي دونت كير يعني بالنسبه لي لو جت لي سيجنال اب لونج هاخدها. وممكن نعمل اوفر يا جماعه في مايند فول احنا ممكن نكونفيرس من لونج تو شورت اوفر شورت تو لونج. اوكي جست جيف مي 1 مينت. يا جماعه 1 مينت ريدي جيت ريدي يا شباب. ممكن ناخد لونج في احتمال لونج يا جماعه. جيت ريدي في احتمال لونج. جيت ريدي يا جماعه. نوت يت نوت يت نوت يت جاست نو سيجنالز جاست بي كيرفول. نوت يت نوت يت نوت يت نو تريد يت نو تريد يت. شوف ده اللي كنت اتوقعه انه ممكن يحصل اب سايد بس وي دونت نو
Not yet, no trades yet. جماعة get, make sure أنت ال ATM strategy شغالة right, your account's right. Okay. No trades yet. دايما بتوكل بكده انا ما بحبش الماركت يكون يعني موف المنظر ده بري ماركت بيبقى دايما عند الاوبن بيبقى تشوبي بس ليتس سي عايزين نجادج ليتس سي اوكي يا جماعه ستيل ويتنج نو تريدز يت ستيل ويتنج نو سيت اب يت لو سيت اب يا جماعه لو سيت اب سيت اب يا ماركت موف موف هاير المشكله كلها ان انا ما عنديش انديكيتور يقول لي الماركت هيموف هاير بعض الاحيان بيبقى فولس وبعض الاحيان بيبقوا ريتيلرز بس يعني ف ستو ريسك ان اخد تريد دلوقتي خالص ما عنديش اي قلت انا مش مجرد انا بجامب في تريد عشان الماركت موف هاير نو ذيس نوت ذا ايديا في ناس متخيله ان انا اوكي عشان الماركت موف هاير فانا باخد لونج او موف شورت باخد شورت نو مشكله خالص نهائي يعني Still no setup whatsoever. هل النهاردة هيبقى اليوم اللي يعدي أول خمس دقايق من غير تريدز؟ Let's see. تقولكوا أنا بعد تقولكوا أنا ما عن yes I'm taking my time. Yeah. أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنا I don't تقولك أنا ما بحبش اليوم الماركت موف سو هاي. بعدين بالمنظر ده. Still no signals. في احتمال ناخد لونج يا جماعة. في احتمال ناخد لونج. في احتمال ناخد لونج. خليكم معايا. في احتمال ناخد لونج. في احتمال ناخد لونج. إيدك على الباي يا جماعة. إيدك على الباي. Now. Order. We are buy. Order submitted. We are long now. We are long now. We are long. Now, let's see. يا جماعه احنا ممكن نقلب اللونج شورت خدوا بالكم ممكن نقلب اللونج شورت فيعني بي مايندفول بيريد ان احنا ممكن نقلب اللونج شورت لو جت سيجنال Market very slow. Still waiting? Yeah, still waiting. بس كنت بريك ايفن يعني هنموف فيكم بريك ايفن لوحده اوتوماتيك يعني بس لسه الدنيا فيرست كونتاكت هيت يت دون هيت يت بس احنا موف سكند كونتر فيرست كونتاكت هنموف عن بريك ايفن ستوب فيلد اوكي وهنموف يا جماعه السكند كونتراكت عند 2049.9 الفيرست كونتاكت هيت بريك ايفن السكند كونتراكت هنموف عن 2049.9 هنموف ات ناو عن 2050.1 first contract break even second contract and use risk عن 2050.1
Stop filled. And second contract stopped out. 1 second. What's going on here? Okay. First trade, we lost حوالي almost 2 points there. Almost. 1 point. We can take second trade if you get second trade. Let's see. Okay, جماعة. هنعمل باي. هنعمل باي ستوب 2054.8 باي ستوب. We are in the trade. What's going on, man? The market is so choppy. Okay. All right. No problem. Order filled. Market still moving up. Very choppy. هنموف يا جماعة على first contract والsecond contract. 1 second. And 2052.6. First and second one, 2052.6. First and second, 2052.6. First contract hit. Target filled. Second contract, زي ما انت عن 2052.8. Second contract, no. هتموف second contract now and 2053.8. Second contract. 2053.8. Second contract, 2053.8. 2053.8. زي ما انت, don't move, don't make it break even. Like زي ما انت, 2053.8. زي ما انت. الموف يا جماعة على ستوب لوز عن 2055.8 ستوب لوز 2055.8 زي ما احنا زي ما انت بالظبط موف اني ثينج الموف يا جماعه 2056.4 هنموف ات ناو عند 2059.0 هنموف ات ناو عند 2060.4 يا جماعه 2060.4 نايس I'll move it now, جماعة. Market so fast, 2061.1. Okay? 2061.6. Second contract, I'll move it now on 2061.8. Stop. And we're out. And we are out. كم بوينت يا جماعة؟ أعتقد عملنا النهاردة حوالي 9 points تقريبا. Ten points. More trade يا جماعة كفاية. The market still move higher.
You done? All right. طبعا النهارده انا ما كنتش بيشن شويه عند الماركت النهارده للاسف. يعني حاولت اتايد ستوب لوز عشان نتيك بروفيت بسرعه ونجري، لكن انت عارف الاستراتيجي دايما ان انا بحاول ادي روم للماركت. يعني لو انا في ماي اون واي المفروض ان انا كنت استرد ده لحد دلوقتي، بس عشان كنت عايز ان انا اتايد ستوب عشان الماركت اوريدي داون سايد اوريدي بحوالي 1 بوينت، فانا مش اي دونت تراست الماركت اللي ممكن يموف هاير ذان ده. دي الفكره، عشان كده عمال اتايد ستوب لوز. Everyone happy? يعني ايه نقاط؟ مش فاهم نقاط، يعني ايه نقاط؟ اعرف النقاط ازاي؟ نقاط ايه؟ Points. That's a good question. بص يا سيدي، هتيجي هنا في البي ان ال، هنا لو عملت كليك يمين على البي ان ال هتجي لك بروبرتيز في البي ان ال. في البي ان ال هتبين لك بي ان ال سبلاي يونت، ممكن تخليها تكس، ممكن تخليها بوينتس، ممكن تخليها كرنسي، ولا ارجح كرنسي خالص، يعني دونت تريد كرنسي، تخليها بوينتس. بوينتس از جود. ذاتس ات. وهتشوف هنا كم بوينتس اب اور داون. ذاتس ات. ذاتس اول اوف ات. كده يا شباب ربع ساعة عملنا تايم، عملنا في ناس عملت 10 بوينتس، انا عملت حوالي 9 بوينتس تقريبا. بالمناسبة يا جماعة طبعا هنتريد من اول اسبوع الجاي ان شاء الله، يوم الثلاثة الجاي، يوم الاثنين انا اجازة، يوم الثلاثة هنبتدي تريد، هنبتدي نتريد ال اي اس ان كيو. عايزكم الاسبوع ده يا جماعة والاسبوع الجاي برضو هنبتدي الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي هنتريد زي ما احنا الصبح، لكن بنتكلم من يوم الثلاثة اللي بعد الجاي هنتريد الان كيو اي اس لحد الساعة 11. فانا عايزكم لحد دلوقتي تبتدوا تريد الاي اس ان كيو بالاستراتيجي اللي قلتها لكم اللي بتاع تو كونتراكت. تريد ات استراتيجي اللي قلتها لكم، حاولوا تترين عليها يعني الاسبوع الجاي ده، حتى لو على سم على فكره، دونت ترين ماني على سم بس عشان نجيب براكتس لما نيجي ريال لايف تريدنج يوم الثلاثاء اللي بعد الجاي ان شاء الله يكون ريدي. كده يا شباب اني ثينج ايلس؟ سي يو تو، باي باي.